أنا معلم منذ تخرجي، وأنا أعمل مصلي في مكة، وصليت ولدي إخوان في مدينة الطائف، فعمل لي طلب النقل. نعم، وضح القراءة شوي. خط الله، فهل لي طلب النقل من مكة إلى الطائف؟ وشكرا. يقول أعرف أعرف يقول أنا السؤال. معلما منذ تخرجي، وأنا أعمل مصلي في مكة. يعني إمام، اقصد ذلك، يعني إمام يعمل إمام، ها؟ ويطلب النقل إلى الطائف حيث أهله. من راد به لا يطلب النقل؟ يطلب النقل للطائف، سواء صار إمام بالطائف ونقلت وظيفة الإمامة للطائف أو ما نقلت. الأمر واسع في هذا.